نفسكم تتغدوا ومش قادرين تقفوا قدام البوتاجاز او الفرن من كتر الحر اللي احنا فيه، نفسكم تعملوا وجبه تكون سريعه وفي ثواني وتكون طعمها خطير وكل اللي حوالينا يعجب بيها ويحلف بحلاوتها، طلبكم عندي. النهارده عامله لكم دجاج التندوري الهندي اللذيذ اللي بتتبيله ولا اروع ولا اشهى، وكمان عامله لكم معاها سلطه الزبادي المرطبه المنعشه، وكمان عامله رز بسمتي صحي 100%. كل الوجبه دي كلها مش هتاخد معاكم اكتر من نص ساعه، هنعملها مع بعضينا في الاير فراير وكمان في الفرن للناس اللي ما عندهاش اير فراير، سهله جدا ولذيذه وفعلا فعلا كل اللي هيدوقها هيحلف بحلاوتها. بصوا شكلها عامله ازاي، تتجنن، التسويه خطيره والتتبيله ولا اروع ولا اجمل ولا اشهى. عايزين تعرفوا عملتها ازاي، اعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، ويلا بينا. المقادير زي ما احنا شايفين كده، عندي اربع دبابيس مش كبار ولا صغيرين، يعني وسط. جبتهم طبعا غسلتهم كويس قوي قوي، معاهم لمونتين كبار المفروض بس دول صغيرين فاخدت 3 كوبايه زبادي. الزبادي مهم جدا، لبن رايب يعني ممكن بس الزبادي افضل، اي نوع زبادي بقى بلدي اي حاجه تفضلوها. اوكي، التوابل بقى شغل كله في التوابل. عندي توابل التندوري عباره عن معلقه صغيره كل من بابريكا، كزبره ناشفه، كركم وكاري، وتوم وبصل باودر، وشطه وسماء، وملح، وفلفل اسود، وكمون، يعني معلقه صغيره او نص معلقه من كل الكلام ده، وتوم وجنزبيل فريش. اوكي، وعندي بقى زود برضو توابل تاني اللي هي سبرينكل، لو مش عندكم خلاص مش مشكله. وعندي زيت زيتون، ودي الوان طعام لون احمر طبعا، يعني مصرح بيه مفيش اي مشكله، مش عاملين لنا مشاكل. دي كده المقادير، خدوها سكرين شوت ويلا بينا على الخطوات. اول حاجه هاخد كوبايه الزبادي، اي نوع زبادي تفضلوه مش لازم يعني الزبادي ده. هاخد عليها معلقه صغنونه خالص خالص او اقل كمان زيت زيتون، وهنزل عليها بالكم فص توم اللي معايا دول، لازم يبقوا مفرومين خالص مش متقطعين، وهبشر الجنزبيل الفريش. لو ما عنديش جنزبيل فريش ممكن احط الباودر عادي مفيش مشكله، بس الفريش بيبقى طعمه احلى واقوى بكتير، بيخلي الفراخ توصل لطعم تاني خالص، يعني بتخلي طعم الفراخ حلو قوي ولو فيها اي زفاره بتروح. اوكي خلاص، بشرت الجنزبيل كويس، احط بقى التوابل اللي عندي. اي توابل عندكم حطوها، بس دي التوابل يعني الاساسي بتاعت التندوري. الليمون هحطه، هعصر الليمون خلاص كده تمام. بصوا بقى اخر حاجه بحط اللون الاحمر ده، لو مش عاوزين ما خلاص ما تحطوش، بس هي عشان تبقى الفراخ لونها احمر كده ويشهي، فاهمين قصدي؟ مش عاجبني اللون هزوده شويه عشان تبقى لونها بينك كده ولذيذه. بصوا خلاص هي كده التتبيله جاهزه معايا، قلب كويس، قلب 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 تمام. هجيب بقى الدبابيس، بصوا زي القشطه، زي الفل مغسوله، مش هشيل الجلد، انا بوريكم بس اللحم من جوه عامل ازاي. هديها كام شق كده بسيط عشان التتبيله توصل للاخر الانسجه بتاعه الفراخ من جوه، او التتبيله توصل للعظم زي ما بيقولوا. هشمر الجلده شويه صغنين كده، واديها كام شقه كده بسيطه. الدبابيس زي ما قلت لكم ما تبقاش حجم كبير ولا حجم صغير، ممكن طبعا نعملها على الفرخه الكامله مفيش اي مشكله عادي جدا، فاهمين قصدي؟ هقلب بقى كله كده مع بعضه عشان تتشرب من التتبيله كويس جدا. يفضل ان هي تقعد ليله كامله، وده اللي عملته، بس لو انتم مستعجلين يعني كبرها 4 ساعات عشان تشرب من التتبيله كويس. طبعا كل ما تقعد كل ما يبقى احسن. هشيلها في التلاجه تمام. ده شكلها تاني يوم، بصوا شربت التتبيله لما بقت خلاص هي والتتبيله حاجه واحده. هروح بقى على الاير فراير، زي ما احنا شايفين قايل 200 درجه، انا مش دعوه بالكلام ده. الاول هعملها على 180 وبعدين اخر 10 دقايق تبقى على 200. وطبعا اللي ما عندوش اير فراير يعمل نفس الخطوات دي بس في الفرن، وهي من 20 ل 25 دقيقه. بصوا ده اول وش، بصوا ده كده بعد نص المده بالظبط اخدت وش جميل ولون حلو قوي تمام، بس طبعا لسه ما استوتش قوي. طبعا لو عايزين تعرفوا يعني ريفيو كامل عنها هسيب لكم في الديسكربشن وصندوق الوصف اللينك بتاع الريفيو الكامل عن الاير فراير. قلبتها الناحية التانية، وهاخد برضو من التتبيلة شوية وهفرشها كده بشوية من التتبيلة، ده بيخلي طعمها قوي اكتر والطعم بيبقى مظبوط 100%. خلاص، وهرجعها تاني الاير فراير تكمل السوا بتاعها. ملحوظة صغيرة يا حبايبي، ما تعملوش درجة الحرارة اللي هو قايل عليها الا اخر 10 دقايق عشان تستوي صح.
هعمل جنبها شويه رز بسمتي. عندي رز بسمتي زي ما عجبيني قد المقادير اهي. دي كوبايه رز بسمتي حوالي 100 جرام اللي هو رز بسمتي الاصفر ده طويل الحبه. واحط عليه معلقه من كل من كركم فلفل اسود وملح وبابريكا وتوابل رز بسمتي فلفل اسود وحبهان وورق لورا وسنه صغنونه خالص خالص قرفه. ولو عندكم لومي حطوا واحد اللي هو الليمون الاسود ده وطبعا زيت زيتون. همسك الرز اغسله الاول كويس قوي. خلاص غسلته تمام التمام خلاص كده جاهز معايا. هروح بقى على النار هاخد الحله واحط فيها يعني يمكن اقل من معلقه صغيره زيت زيتون. مش عايزين تحطوا خالص مفيش مشكله بس عشان عايزه انا يعني اشوح التوابل شويه عشان ريحتها تطلع. بصوا بقى الريحه مش متخيلين عامله ازاي. التوابل كلها على بعضها عامله ريحه حلوه جدا. اوكي خلاص اتشوحت معايا كويس التوابل. هنزل عليها بقى بالرز. انتوا مش تخيلين الريحه كاننا بالظبط في محل اللي هو من الناس اللي بتبيع المندي والحاجات دي نفس الريحه بالظبط. هقلب كويس الرز لغايه ما يتحمص معايا شويه. وكل كوبايه رز بسمتي عليها كوبايتين ميه سخنه. لو خدنا كوبايتين رز بسمتي هحط عليهم 4 كوبايات ميه. فاهمين قصدي؟ بتبقى الضعف بالظبط. حطيت عليها كوبايتين ميه سخنين لازم عشان الرز يفلفل ويبقى جميل. بص اول ما تغلي معايا هوطي عليها خالص خالص واسيبها تتشرب مع نفسها. دلوقتي بقى هعمل سلطه الزبادي بالخيار. عندي خيارتين وعندي ملح وفلفل اسود وتوم ونعناع وزبادي بلدي او اي نوع تفضلوه. ده زبادي بلدي شلت وشه وهستخدمه. همسك بقى الخيار وابشره كويس جدا جدا. طبعا في ناس بتقشره بس انا بحب بصراحه القشر بتاعه لان فيه فوائد جامده قوي. عايزين تقشروه زي ما انتوا عاوزين مفيش مشكله. اوكي خلاص تقشر معايا اهو. دلوقتي هجيب بقى دلوقتي مصفى واحط فيها الخيار عشان بس ينزل ميته شويه عشان السلطه ما تبقاش مميايه كده. فاهمين قصدي؟ تبقى كريمي اكتر. مش عايزين تعملوا الخطوه دي زي ما انتوا عاوزين. بصوا اوريدي نزل ميه لوحده يعني. حط شويه ملح كده عشان يخلي الخيار ينزل ميته. تمام خلاص انا كده تمام. بصوا الميه اهي. هنزل بقى بكوبايه الزبادي. سهله جدا السلطه دي وحلوه جدا جنب الفراخ التندوري عشان التوابل بتعمل حموضه شويه فالزبادي هيظبط لنا الدنيا معانا قوي. وطبعا سلطه بقى مفيده وكده. هنزل بقى بالثوم كويس جدا. لازم اهرسه كويس قوي ما بقاش ليه اي معالم خالص. وهحط الملح والفلفل الاسود. اوكي هقلب ده كويس كويس قوي قوي قوي. هنزل بالخيار وهعصر عليه ليمونه كده. طبعا نسيت اكتبها لكم اوريها لكم في المقادير بس انا كتبتها في المقادير يعني. الليمون طبعا بيديها طعم تحفه. اوكي ونقلب بقى كله كده على بعضه. اوكي هنزل بالنعناع. ممكن نعناع فريش او ممكن نعناع يابس مفيش اي مشكله خالص. هحط نقطتين كده حاجه بسيطه من زيت الزيتون عشان تديها لمعه وخلاص. اروح بقى اشوف الرز. بصوا ما شاء الله الله قوه الا بالله استوى معايا والحبايه مش معجنه ولا اي حاجه خالص زي الفل. واروح اشوف الفراخ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا أروع ولا أروع. حاجة تجنن بجد شكلها يجنن. وطبعا يا حبايبي اللي بيعملوها في الفرن تطلع معاكم نفس النتيجة بالظبط مش هيبقى فيها أي فرق. أوكي هاخد بالظبط بولة صغيرة من الرز بسمتي. طبعا زي ما قلت لكم إن هو سعراته أقل بكتير من الرز الأبيض وأفيد بكتير يعني. خلاص أنا خدت الحبة دول كده حلوين زي الفل. أسوي بس الطبق ما كفاية بقى. اوكي هجيب بقى طبق التقديم واحط فيه البولة بتاعت الرز واقلبه كده شكل كده لذيذ عشان التقديم. وابتدي بقى احط الفراخ. بصوا مش قادرة اوصف لكم لونها حلو وريحتها حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ابتدي بقى ارصها بس كده. الطبق جاهز معايا وهجيب سلطة الزبادي القمر اللي انا عملتها. يعني الحوار كله ما خدش نص ساعه وكله كان جاهز معايا. وجبه حلوه جدا ومشبعه وسعراتها اعتقد ان هي ما تبقاش عاليه قوي. طبعا صحيه جدا عشان معموله في الاير فراير. حط بقى شويه بقدونس شويه شبت كده على الوش بس عشان اكسر اللون. وخلاص كده جاهزه معايا احلى وجبه في الدنيا. فراخ التندوري برز البسمتي وسلطه الزبادي ولا اروع. يلا نقرب ونشوف احلى تفاصيل.
رزتي المفضلة. هوريكم بقى الحاجات وندوق مع بعضينا. بصوا الرزاية وادي كمان السلطة الزبادي. احنا مش طبعا مش عايزين نشوف الحاجات دي، هنشوف فراخ صح؟ هنشوف فراخ بقى. اخد كده الدبوسة القمر دي ونشوف بتقول ايه. بصوا حلاوتها وجمالها وقد ايه استوت، اللهم بارك. حاجة كده دلع الدلع. سامحوني بقى نشوف شوية كده لغويس، بس عادي اللغوصة مطلوبة برضو، بتريح النفسية. بصوا تتقطع لوحدها، ياي تجنن بجد. حاجة كده جوسي جدا، طعمها حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بصوا يعني بتتهري، انا طبعا مش عارفه امسكها عشان سخنه، بس بصوا معايا والله بجد ما شفتش في حياتي سوى للدبابيس بالمنظر ده بجد، ولا بقى فيها اي حاجه من جوه ومستويه للعظم زي ما بيقولوا. بصوا يا حلاوتها يا جمالها يا طعمتها، حاجه كده يعني تحرك القلب وترقصه كده من جوه يعني. اظن كده تمام التمام بقى، احنا مش عاوزين اكتر من كده. سوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم جدا جدا جدا، هي احلى عيله في الدنيا. ما تنسوش بقى بالدعم واللايك والشير. سلام.